أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تقبل شهادة الذي لا يحافظ على الجماعة؟ على الذي لا يحافظ على الجماعة، على صلاة الجماعة؟ لا، ما تقبل. جماعة واجبة، بل قيل إنها شرط، فلا تقبل شهادة المتساهل في صلاة الجماعة، لأنه إذا تساهل في صلاة الجماعة فلأن يتساهل في الشهادة، من باب أولى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.